أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا، نواصل وإياكم ما بقي لنا من هذا العدد لصباح نيوز. والآن إلى فقرتنا للنقاش التي نخصصها للحديث عن آخر التطورات وأبرزها في قطاع غزة، ونتحدث بالخصوص عن التطورات السياسية التي كانت تطورات كبيرة ومتسارعة بالأمس في حكومة الكيان الصهيوني مع استقالة وزيرين، أحدهما وزير الدفاع في حكومة الحرب. مشاهدينا، للحديث أكثر حول الموضوع معنا عبر خدمة سكايب من رام الله الدكتور عدنان نعيم المختص في الشأن الصهيوني. أهلا وسهلا سيد نعيم. أهلا بك. كنا نتوقع أن تكون ذروة الانتصارات السياسية بالأمس في حكومة الكيان الصهيوني مع تحقيق ما يبدو أنه إنجاز عسكري حسب التصريحات الرسمية في الكيان الصهيوني، ولكن تفاجأنا باستقالة وزير الدفاع ووزير آخر في حكومة الحرب. ما تفسيرك لهذه الاستقالة دكتور نعيم؟ وأن وزير الدفاع السابق الإسرائيلي جانس أعطى فرصة طويلة لنتنياهو لعقد صفقة تبادل الأسرى وإيقاف الحرب لقناعته أن هناك خسارة كبيرة وثمن كبير مدفوع. نعم. لتعنت نتنياهو الشخصي ومجلسه المتطرف في استمرار هذا العدوان، وأن المكاسب التي سيجنيها مجلس الحرب وحكومة الاحتلال الإسرائيلي من توقيف الحرب وعقد الصفقة أكثر بكثير من المخاسر. وكونه عسكري يدرك تماما أن عملية تخليص الأسرى في قطاع غزة دفعت إسرائيل ثمنا كبيرا، 4 مقابل 4، بمعنى قتل 4-3 أسرى وضابط في وحدة اليمام مقابل تخليص 4 أسرى، ولم يكن هذا نتاج جهد إسرائيلي مميز، لكن كان جهد أمريكي بريطاني استخباراتي كبير جدا. وقد لا تحصل هذه المحاولة أو تنجح هذه محاولات أخرى، لا سيما وأن أكثر من 15 محاولة إسرائيلية لتخليص أسرى نجحت في محاولة أو محاولتين. بالتالي يدرك تماما جانس أن الثمن باهظ وكبير جدا، لا سيما أن هناك رغبة أمريكية بعقد الصفقة ورغبة أمريكية أيضا بإيقاف الحرب، ولكن نتنياهو حتى يرفض الحديث بالرغبة الأمريكية لما بعد الحرب. جانس وصل إلى نتيجة، الذي طبعا جانس شكل غطاء كبيرا لنتنياهو. نتنياهو كان سعيدا جدا بهذا الغطاء الذي يشكله ويدعمه به جانس، ولكن اليوم نتنياهو في مأزق حقيقي وجدي جدا. اليوم سيعقد مجلس الحرب والمجلس الحكومة المصغر، سيناقش اليوم الحكومة مشروع تجنيد المتدينين. الحكومة اليوم هو ائتلاف متدين متطرف ومغالي في التطرف. إذا نتنياهو يقع اليوم بين فكي كماشة، الفك الأول أنه إذا وافق وإذا اتخذ قرار باستمرار التجنيد، تجنيد المتدينين، سوف تنسحب كتلتين، يعني حزب شاس ويهود التوراة. شاس هو اليهود المتدينين الشرقيين، ويهود التوراة هي اليهود المتدينين القوميين الأوروبيين الأشكناز. وبالتالي انسحاب هاتان الكتلتان ستؤدي إلى انفراط عقد الحكومة. وإذا تم الموافق على قرار التجنيد لصالح شاس ويهود التوراة، فإن جالنت وزير الدفاع الإسرائيلي الذي يعاني من نقص في الجيش وإرباك في الجيش وضعف في الجيش، ويحتاج تجنيد أكبر قدر ممكن من الجيش، لا سيما وأن هناك تطلعات وإن أنا أراها غير واقعية حقيقية للاستدارة نحو الشمال ومقارعة حزب الله، فهو يحتاج إلى جنود أكثر وتجنيد أكثر. ومن الممكن أن يستقيل جالنت اليوم. هذا المساء حاسم جدا لنتنياهو، وقد تكون هذه بداية انهيار حكومة نتنياهو، البداية الجدية والحقيقية. نعم. ما هي السيناريوهات؟ نعم، ما هي السيناريوهات المتوقعة سيد عدنان نعيم؟ هل نتوقع انتخابات مسبقة؟ نتوقع حل الحكومة؟ ما هي السيناريوهات التي من الممكن أن نشهدها؟ حتى تجري انتخابات يجب حل الحكومة وإعطاء فرصة لمدة قانونية طبعا لإجراء الحكومة، لإجراء الانتخابات. اليوم هناك دعم أمريكي واضح، وسيلتقي بلينكين في زيارته إلى دولة الاحتلال مع الزعيم المعارض الذي استقال من الحكومة جانس،
وستدفع أمريكا بطريقة أو بأخرى إلى تعزيز الاحتجاجات في الشارع، لا سيما أن كتلة جالانت وتجمع معسكر جالانت سوف ينضم بقوة ودراوة إلى الاحتجاجات في الشارع. واليوم وأمس جالانت أعلن يجب أن تتم انتخابات، بمعنى يجب أن تنهار الحكومة أو تنتهي الحكومة، ويجب أن ننظر إلى عقد الصفقة. السيناريوهات التي تحدثت بها واضحة جدا هذا المساء. إذا ذهب هذا المجلس إلى الإقرار بقانون التجنيد سوف تنسحب يهدوت أتورا وشاس، وبالتالي لن يحقق نتنياهو أكثر من 60% للقوة الحاسمة لاستمرار بقائه في الحكومة، وبالتالي سينفرط عقد الحكومة. وإذا رفض هذا المجلس ولم يتخذ نتنياهو قرار بالتجنيد الإجباري سوف تنسحب يهدوت أتورا، بمعنى اليوم يوم حاسم جدا وكارثي بالنسبة لنتنياهو. ونتنياهو يدرك تماما أن هذه طعنة قوية في الصدر من قبل جانس، لا سيما وأن الإدارة الأمريكية تدعمه. بالتالي الخطوة الأولى ستكون اللي هي إعلان انسحاب حل الحكومة، وأعتقد أنها ستبدو قريبة جدا جدا إذا انضم أطراف أخرى إلى جانس. اليوم جانس يمثل كتلة كبيرة في الشارع الإسرائيلي إضافة للاحتجاجات. والعملية التي تمت في غزة برأيي كان لها مردود وسيكون له مردود سلبي. الاستعراض الكبير الذي تحدث عنه نتنياهو، الجندي السوبر الإسرائيلي، هم كانوا 4 قتلى 3 أسرى وضابط 4 مقابل تخليص 4. بالتالي هناك احتجاج سيكون لدى ذوي الأسرى المحتجين، أنت قتلت 4 مقابل 4، ما هي صورة النصر؟ وهل تستطيع في المرات القادمة أن تتدخل أمريكا وبريطانيا وتحدث عملية مماثلة؟ أعتقد أن هذه العملية مستقبلا في الأيام القادمة ستشكل دافع وضغط أكثر على نتنياهو باتجاه حل الحكومة. طيب سيد عدنان نعيم، لدينا استقالتين، غادي أيزنكوت وهو كذلك وزير بدون حقيبة، ووزير الدفاع جانت، ربما اسمان ثقيلان في حكومة الحرب التي تم تأسيسها بعد 7 من أكتوبر. هل يمكننا أن نقول أن هذه الحكومة انتهت فعليا بعد استقالة هذين الاسمين الثقيلين؟ وليس اسمين فقط، هم 4 استقالوا أمس. استقال أتحدث عن الوزراء. نعم وحتى الاستقالة ووزير آخر ووزير ثالث من معسكر جانس أيضا استقال، ورئيس جنرال رئيس فرقة غزة غلاف غزة. نعم هذه غلاف غزة، نعم هذه استقالات ثقيلة جدا ومرهقة جدا لنتنياهو. وإذا كانت هذه العوامل تنضم إلى اجتماع هذا المساء في موضوع مشروع التجنيد الذي يعتبر اليوم حاسم بطريقة لا يمكن وصفها، أعتقد أن وضع نتنياهو كارثي أمام حتى التصريحات الأمريكية. التصريحات الأمريكية تقول لا يمكن التعايش مع حكومة إسرائيلية مغالية في التطرف. طبعا نتنياهو هو أصلا متطرف، وما جرى في غزة عندما تتحدث عن عملية روح ضحيتها أكثر من 300 شهيد و600 إلى 700 شهيد ودمار شامل، هذه ليست حكومة عادية، هذه مغالية في التطرف. لكن الإدارة الأمريكية حسب الخط الأحمر البايديني يراها أنها غير مغالية، ويرى في سموتريتش وبن جبير أطراف متطرفة. طيب. واليوم على الحال أن هذه الحكومة صحيح. الذي كان يمثل جانس غطاء لها كانت تدار حقيقة وفعليا من نتنياهو وجانس وسموتريتش وبن جبير، الذين كانا يبتزان ويضغطان على نتنياهو من أجل الاستمرار في العدوان وهو يستمر في حكومته. بالتالي اليوم هذا المساء سيكون حاسم جدا باتجاه الدافع بانهيار الحكومة، لأن الإدارة الأمريكية أصلا تدفع باتجاه تعديلات جوهرية، إما وقف العدوان وعقد الصفقة بضمان. طبعا تسربت الإدارة الأمريكية لنتنياهو أن إذا أنت وافقت على وقف العدوان وعقد الصفقة قد نساعدك في الاستمرار في الحكومة، ولكن المركب السياسي والحزبي في إسرائيل لا يمنح لنتنياهو فرصة لاتخاذ هذه القرارات. نتنياهو يعني مجبر من أجل بقائه أن يتعاون وينسجم مع سموتريتش وبن جبير المتطرفان جدا في عدوانهم. طيب ولكن أؤكد أن هذا المساء حاسم جدا باتجاه
انفراط عقد حكومة التطرف والقتل والتدمير الصهيونية. طيب سيد عدنان، نعم نبقى دائما مع هذه التطورات السياسية. جنت كان من أبرز المؤيدين لطرح جو بايدن فيما يتعلق بوقف إطلاق النار وذهاب إلى هدنة. نتنياهو كان رافضا لذلك. دعنا الآن نحاول أن نتصور صورة نتنياهو الخارجية والداخلية، هذا الذي يرفض مقترحات وزرائه ويرفض كذلك المقترحات الأمريكية. هل بإمكاننا القول أن حكومة نتنياهو أصبحت مهتزة حتى على الصعيد الخارجي الآن؟ نعم نعم، لأن العرض الذي قدمه بايدن في تصريحه قبل أيام حول الصفقة قال أن هذا مقترح إسرائيلي، ودعمت هذا المقترح مجموعة دول وازنة وكبيرة أوروبية مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، دعموا مقترح تصور بايدن بأن على حكومة إسرائيل وعلى حركة حماس الموافق على هذا المقترح الذي هو أصلا مقترح إسرائيلي، وبالتالي رفض نتنياهو للرغبة الأمريكية وبالتالي الرغبة أيضا الأوروبية الدولية. هذا يضع نتنياهو في مواجهة مع المجتمع الدولي أكثر وتحديدا مع حلفائه. حكومة إسرائيل المتطرفة للأسف الشديد حتى مع أصدقائها وحلفائها الذين دعموها وكانوا مصدر ثباتها وصمودها لحتى هذه اللحظة ناكرين للجميل، يعني نتنياهو لم يشكر وإسرائيل لم تشكر الجهد الاستخبارات البريطاني ولا الأمريكي ولا الدعم الدبلوماسي والسياسي الذي شكلته أمريكا وكثير من الدول الأوروبية لاستمرار هذا العدوان وهذه الجرائم، وبالتالي هذه الجهات الدولية ستضيق ذرعاً بنتنياهو، ولا سيما أن الانتخابات الأمريكية يعني بعد خمسة شهور وبايدن منزعج جداً ومتخوف جداً من أن عدم قدرته على حسم المعركة وإيقاف هذا العدوان وعدم قدرته على عقد صفقة أو يعني الضغط على إسرائيل بموافقة على الصفقة يضعه في مأزق أمام جمهوره ويزيد من رصيد خصومه في الانتخابات الأمريكية، بالتالي سيزيد الضغط أكثر، وأعتقد أن زيارة بلينكين تكون في هذا الشأن. اليوم سمعت خبر لدى الوسطاء المصريين والقطريين يقول أن تعنت إسرائيل ورفض إسرائيل للصفقة التي عرضها بايدن وإدارته ورفضتها إسرائيل لا داعي لحوار مصري مع وقطري مع حركة حماس، لأن لا يوجد ما يتمخض من هذا الاجتماع أمام التعنت الصهيوني. بمعنى يضاف إلى الجهد الموقف الأمريكي والأوروبي الرافض لسياسة نتنياهو أيضا جهد عربي، وهذا يزيد من عزلة إسرائيل الدولية ومكانة إسرائيل الدولية، وقد يدفع هذه الدول إلى الضغط أكثر ولو دبلوماسيا في أروقة الأمم المتحدة على نتنياهو. طيب نواصل دائما النقاش في التطورات السياسية. نتنياهو اليوم أمام خيار لإقرار إجبارية التجنيد من عدمه، وأكيد هناك معسكران في حكومة الحرب، هذان المعسكران كيف سيتعاملان مع قرارات نتنياهو فيما يتعلق بإجبارية التجنيد؟ وهل من الممكن أن يكون هذان السيناريوهان واللذان أحلاهما مر سببا في حل هذه الحكومة فعليا؟ تأكيد، وأنا تحدثت قبل قليل، نعم. إسرائيل الأحزاب اليمينية المتدينة جدا دائما ما تكون انتهازية ودائما ما تبتز الحكومة في الحصول على موازنات عالية للمدارس الدينية والمعاهد الدينية، نعم. وعدم تجنيد الطلاب المتدينين الذين يهتمون ويعتنون بالتوراة والقضايا الدينية لسنوات طويلة جدا جدا، واليوم قانون التجنيد الذي عرض سابقا من أكثر من وزير، حتى كان باراك وزير الإسرائيلي ورئيس الحكومة الإسرائيلية سابقا عرض أن لا مبرر أمام الامتيازات التي يحصل عليها المتدينين جدا جدا مقابل عدم مشاركتهم في الجيش وعدم دفع الثمن وعدم تحمل مسؤولية وطنية طبعا صهيونية مقابل كل هذه الامتيازات، وتبلور قانون التجنيد الذي قدمه جانس سابقا أن على المتدينين أن يشاركوا في الجيش أسوة بكل المواطنين الإسرائيليين، وهذا اليوم هناك يسموها الكتلة الحاكمة في الحكومة الإسرائيلية هي كتلة يمينية كاملة
إسرائيل نتنياهو اليوم تشكيله الحكومة يحصل على 62% من مقاعد الكنيست التي تضمن له الاستمرار في الحكومة. إذا خرجت شاس وخرجت يهودا تورا الذين يحصلان على أكثر من 12 مقعد 15 مقعد من في الكنيست الإسرائيلي، تلقائيا سينفرط عقد الحكومة. إذا وافق نتنياهو على منع التجنيد بمعنى السماح للمتدينين الإسرائيليين بعدم الالتحاق بالخدمة العسكرية، هذا يربك جالنت الذي يطالب بكل قوة، وزير الدفاع يطالب بكل قوة بدعم عسكري ويريد تجنيد ويريد، وهناك نقص في الاحتياجات العسكرية وهو يطالب بتجنيد المتدينين. قد يذهب جالنت، إذا ذهب إلى الاستقالة كوزير دفاع هذا سيكون حاسم تماما في طيب. انفراط عقد حكومة نتنياهو. طيب، أحد الأسباب المباشرة لاستقالة جالنت أعتقد السياسات العسكرية في قطاع غزة وتمسك نتنياهو بالخيار العسكري والتصعيد. في حال قدوم شخصية أخرى مكان جالنت، هل نتوقع تغير في السياسات العسكرية للكيان الصهيوني في قطاع غزة؟ وفي حال ربما قدوم وزير دفاع آخر يتبنى فكرة نتنياهو، هل نتوقع مواصلة هذه السياسات العسكرية كذلك؟ ممكن بالتأكيد، ولكن أعتقد أن استقالة جالنت ستحدث شرخا قويا حتى في المجتمع الصهيوني. جالنت هو شخصية عسكرية صحيح، ولكن له وزن اجتماعي واعتباري كبير في المجتمع الصهيوني، وبالتالي سينضم جالنت إلى جانس وإلى كبار الضباط وكبار السياسيين الإسرائيليين في الضغط على الحكومة الإسرائيلية، بمعنى سيزداد مستويات الضغط على الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بهذا الاتجاه. يعني أنا بشوف أن اليوم الإدارة العسكرية الصهيونية الفاشلة في قطاع غزة، التي يراها جانس فاشلة في قطاع غزة، ومع نهاية هذا الشهر حسب المخطط الصهيوني ستنتهي المعركة على رفح. طيب، انتهت المعركة على رفح، ما هو المصير؟ بقت المقاومة متماسكة، بقت الإدارة العسكرية للمقاومة متماسكة، بقى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة متماسك لا يرحل. بالتالي الأهداف الإسرائيلية من العدوان على غزة حتى بعد الانتهاء من معركة رفح، ماذا سيتحدث نتنياهو؟ وهذه نقطة الخلاف ما بين بايدن ونتنياهو. بايدن يريد ما بعد اليوم التالي للعدوان على غزة، تريد الإدارة الأمريكية حكم فلسطيني يدير غزة والضفة الغربية. طيب، قبل الحديث قبل الحديث عن هذه المرحلة بالتحديد، سيد عدنان النعيم، أنا أتوقع أن ما أصاب الكيان الصهيوني سياسيا هو الشرخ الأكبر في تاريخه بهذه الاستقالات، بهذا الاختلاف الذي يصل إلى حد التضاد في المواقف السياسية. دعنا الآن نضع هذا الكيان في الميزان السياسي العالمي، مع من يتعامل العالم الآن ومع من تتعامل العواصم الكبرى فيما يتعلق بهذه المفاوضات؟ تتعامل مع الطرف الذي يتبنى الطرح السياسي، أم تتبنى مع الطرف الذي يتبنى التصعيد في قطاع غزة والذي يقول أن الحرب لن تنتهي إلا بالقضاء على حماس واستعادة الأسرى؟ وأولا اليوم أدركت إسرائيل نفسها إسرائيل نفسها التي شنت، والإدارة الأمريكية، أنه لا يمكن القضاء على المقاومة، لأن المقاومة فكرة ترتبط بوجود عدوان. وبالتالي حتى القضاء على قدرات المقاومة باتت في قناعة الإدارة الأمريكية والإسرائيلية والأوروبية أنها غير موجودة، وهم يريدون يتحدثون عن إضعاف قدرات المقاومة وإيجاد بديل. والسبب الذي يتحدث عنه نتنياهو اليوم التالي للعدوان هو لأنه فشل في القضاء على المقاومة، والمقاومة ثابتة في قطاع غزة، فأي إدارة سوف تأتي إلى قطاع غزة تلبي رغبات نتنياهو. لا يوجد إدارة فلسطينية أو حتى عربية تقبل إدارة قطاع غزة في ظل وجود المقاومة بشكل قوي ومتين في قطاع غزة، وبالتالي هذا إرباك أيضا للمجتمع الدولي. المجتمع الدولي يتطلع، تحديدا أمريكا وأوروبا تتطلع إلى إنهاء العدوان وإلى عقد الصفقة وإيجاد نظام سياسي يحكم قطاع غزة، طبعا مش حماس، إيجاد نظام سياسي يحكم قطاع غزة يكون على الأقل محايد ولا يشكل خطر على أمن الاحتلال الإسرائيلي. نعم. وهذا بالمنظور القريب غير متوفر حتى هذه اللحظة. هذه المعضلة الجدية أمام أمريكا وأوروبا وإسرائيل اليوم التالي للعدوان. لو أنا بتحدث، لو تم القضاء تماما على المقاومة كان ممكن تجيب أمريكا أي طرف فلسطيني وتولي حكم قطاع غزة ويشكل لها ضامن وحامي لأمن إسرائيل، ولكن استمرار المقاومة بهذا الشكل عطل وأعاق كل المخططات الأمريكية. اليوم
يا أخي لإسرائيل معضلة جدية في الوجود الاستراتيجي. كل المحللين الإسرائيليين نعم والسياسة الإسرائيليين يتحدثون عن طبعا تروي إسرائيل وإدارتها العسكرية أننا سوف نذهب إلى الشمال ونحارب حزب الله. خذ مني وأنا كمحلل في هذا الحديث أتحدث بجزم وحسم، لن تستطيع إسرائيل أن تفتح حرب مفتوحة على حزب الله نعم في هذه اللحظة، لأن الجيش منهك، الاقتصاد منهك، يعاني من تجنيد كبير، حتى السياسة منهكة. نعم العراق وغيرهم، سياسة دولية سوف تعارض. نعم. هناك 100,000 إسرائيلي في مستعمرات شمال قطاع غزة. أحد أسباب اللي يسموها الانتصار الصاحق لنتنياهو أو الانتصار المطلق هو عودة 100,000 مستعمر طيب. إلى مستعمرات طيب. قطاع غزة. طيب. ولحتى نعم. هذه اللحظة لم يحدث الإخلاء شمال فلسطين من 100,000 مستعمر، هذا لم يحدث منذ عام 48. نعم. هذا هو الخطر الوجودي. أستاذ عدنان النعيم، طيب من الشخصيات المؤهلة سياسيا وعسكريا من المتوقع أن تحل محل جانت في رأيك وفي اعتقادك؟ يعني هو للأسف الشديد إسرائيل بشكل عام من اليمين اليوم لليسار هي غارقة في التطرف. نعم. وغارقة في العدوانية وغارقة في الإنكار للحقوق الوطنية الفلسطينية. أنا بناقش من زاوية فلسطينية عربية. نعم. إسرائيل كنظام سياسي اليوم بكافة الأحزاب اليمينية والمعتدلة وغيرها هي غارقة في اليمينية. اليسار في إسرائيل ضئيل جدا وتراجع جدا ولم يعد له تأثير جوهري. حتى اليسار أصبح يمين أعتقد. صحيح. وأصبح يمين متطرف. نعم. لم يعد له تأثير على السياسة الإسرائيلية. بالتالي قد يكون جانس وقد يكون لبيد له فرصة مرشحة. أولمارت لديه فرص كبيرة جدا جدا، ولكن أولمارت لا يستطيع الدخول إلى الحلبة السياسية إلا بعد 6 شهور، لأن لديه قرار إدانة قضائي بعدم ممارسة العمل السياسي لعدة سنوات. وهو يعارض نتنياهو على فكرة. نعم. نعم. هو يعارض سياسات نتنياهو أعتقد. يعارض تماما سياسة نتنياهو. ومنذ الأيام الشهر الأول للعدوان أوضح أولمرت أن هذا جنون، وهناك خيارات سياسية ممكن. حتى وصل أولمرت أن الحصار المفروض على قطاع غزة لفترة طويلة والسياسة الإسرائيلية المنكرة للحقوق الفلسطينية إلى بشكل عام هي اللي أوصلت إلى طوفان الأقصى وأوصلت إلى ما نحن فيه. تحدث عن سياسات عقيمة للحكومة الإسرائيلية خلال السنوات السابقة. فمن الممكن أن يكون مرشح استراتيجي، ولكن في هذه اللحظة خلال 6 أشهر القادمة أعتقد أن لبيد مرشح، وأعتقد أن جانس أحد المرشحين، لا سيما وأن لبيد وجانس يعتبران من حمائم السياسة الإسرائيلية من وجهة نظر أمريكية، بمعنى أمريكا ترغب في لبيد وترغب في جانس وتعتبرهم رجالهم في دولة إسرائيل. نعم. ممكن أن يكون هذان المرشحان. طيب. لكن في التركيبة الإسرائيلية يا أخي. نعم. معلي في التركيبة الإسرائيلية حتى لو جانس أصبح رئيس حكومة أو لبيد، الأحزاب الإسرائيلية عندما تذهب إلى الكنيسة وتذهب إلى الانتخابات هناك إغراق في التطرف اليميني، بمعنى أن كتلة اليمين المتطرف سوف يكون لها وزن في الكنيسة الإسرائيلية وسوف تعطل كثيرا من القرارات التي قد يتخذها جانس إذا صار رئيس حكومة على المستوى السياسي تجاه القضية الفلسطينية أو تجاه وقف عدوان أو أي حلول سياسية، لأن هذا الوزن الكبير لليمين المتطرف سيعيق كثير من سياسات أي حكومة قادمة لا تتماشى مع هذه السياسة المتطرفة، تحديدا جانس وبن جبير ويهودية التوراة وشاس وغيرها من الأحزاب المتطرفة والليكود أصلا. نعم. الأحزاب المتطرفة في المجتمع الصهيوني. طيب سيد عدنان النعيم، دعنا الآن نخوض في السيناريوهات السياسية المتوقعة للتعاطي مع ما اقترحه الرئيس الأمريكي. القيادة السياسية للمقاومة وفي ظل كل هذه التطورات المتعلقة بحكومة الكيان والتي كان آخرها أمس استقالة وزير الدفاع وهي الشخصية الأثقل أعتقد في هذه الحكومة، كيف ستتعاطى القيادة السياسية للمقاومة في ظل كل هذه التطورات مع مقترح بايدن، وهل نتوقع أن تتغير نظرتها لهذا المقترح؟ يعني لا أعتقد أنها تتغير. المقاومة والحوار في موضوع المفاوضات والصفقة لا يجري فقط من قبل حركة حماس، ولكن مجموع الفصائل الفلسطينية تشارك في هذا القرار، وهذا قرار أعتقد أنه فلسطيني بنسبة عالية جدا وليس قرار حمساوي.
وبالتالي الحد الأدنى الذي تطالب به المقاومة الفلسطينية التي أبدت مرونة ما بعدها مرونة. صديقي العزيز، المقاومة تطلعت في مواقفها المرة الأولى عندما وافقت على الصفقة، تطلعت إلى مجموعة عوامل داخلية وخارجية في عندما اتخذت قرارها، ومن هذه العوامل أن الدمار الذي أحدثه العدو الصهيوني الشامل والإبادة الجماعية والجوع وكل الممارسات النازية التي أحدثتها الهجمات العسكرية الصهيونية في قطاع غزة، تطلعت المقاومة أنها تريد التخفيف عن أهلها وشعبها الذي حماها ورعاها ودعمها، وتريد فرصة لالتقاط الأنفاس ليس فقط للمجموعات العسكرية المقاتلة ولكن أيضا للمجتمع الفلسطيني الذي يعني تعرض لإبادة جماعية. هذا أحد الأسباب في إبداء مرونة المقاومة في الموافقة الأولى على الصفقة، ولكن هناك محددات أساسية تحدثت فيها المقاومة وتحدث فيها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس كمتحدث رئيسي للمقاومة مع الأطراف الوسيطة، وهي وقف العدوان وتبادل الأسرى والانسحاب من قطاع غزة. هذه نقاط لا أعتقد أي، حتى لو سألت المواطنين الفلسطينيين في غزة، نحن لا نريد أي صفقة لا تنهي العدوان. لماذا؟ لأن عندما كانت بايدن يتحدث عن صفقة ويقول للإسرائيليين الصفقة أنتم قدمتموها، حدثت العملية وقتل أو استشهد أكثر من 280 فلسطيني. بمعنى الإدارة الإسرائيلية إذا تمت الصفقة بدون موقف حاسم لوقف العدوان والانسحاب الإسرائيلي، سوف تكرر إسرائيل هجماتها بدراوة كبيرة جدا بعد التحرير أو إنهاء ملف الأسرى. وتدرك المقاومة أيضا أن أمريكا تدعم إسرائيل، أمريكا في كل أحاديثها، بايدن، بوريل، كل المستويات الأوروبية والأمريكية تتحدث عن الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، ولكن لما تتحدث ولا مرة الإدارة الأمريكية ولا الأوروبيين عن الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين جزء كبير منهم أمضى 30 عاما و25 عاما، وجزء منهم قيادات وازنة مثل مروان البرغوثي وأحمد سعدات وغيرهم من قيادات وأعضاء مجلس تشريعي فلسطيني. بمعنى كيف تتحدث الإدارة الأمريكية عن مشروع حل الدولتين وهي لا تقوى، وهي لا تقوى الإدارة الأمريكية على الحديث، لو الحديث لفظيا الحديث بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين. هذه أنا أعتبرها بروباغندا ودعاية صحيح. أمريكية داعمة للموضوع السياسي لإسرائيل. وبالتالي المقاومة لا أعتقد بتاتا يعني أن فلسطيني يوافق على فلسطيني، وليس من قيادة المقاومة ولا العسكرية ولا السياسية. إذا عملت استطلاع رأي للمواطنين في غزة حتى الذين استشهدوا أهلهم ورأوا أبنائهم وآبائهم وأمهاتهم أشلاء في الشوارع، يقبلون بعدم صفقة تبادل الأسرى بدون إيقاف نهائي للعدوان وانسحاب إسرائيلي. طيب سيد عدنان نعيم، دعنا الآن نلخص المشهد العام في الكيان الصهيوني. حكومة ضعيفة مهترئة، نتنياهو تخلى عنه، ربما حتى المقربين منه وحتى المعارضون على حد سواء. هل نتوقع أن تتخلى واشنطن أو عواصم الغرب عن هذه الحكومة الضعيفة التي لا تمتلك قرارا سياسيا مستقرا وواضحا في ظل كل هذه اللخبطة والفوضى التي يعيشها الكيان سياسيا؟ طلع لازم يعني علينا أن نفرق بين في المواقف الأمريكية والأوروبية باتجاه إسرائيل. المواقف الأوروبية والأمريكية تجاه إسرائيل هي تحالف عضوي واستراتيجي، يعني عندما تدفع بريطانيا في عشرات الطائرات المسيرة لجمع معلومات استخبارية في قطاع غزة عن أسرى، هذا تحالف عضوي واستراتيجي، وفرنسا كذلك وأمريكا كذلك. إسرائيل مهما كان النظام السياسي في إسرائيل، أمريكا وأوروبا ستواصل دعمها لهذا الجسم الصهيوني الذي يعتبر رأس حربة للاستعمار العالمي الإمبريالي في المنطقة. يعني أمريكا وأوروبا تدعم رأس حربة استعمار إمبريالي في المنطقة، وهذا دعم استراتيجي لا يذهب إلا إذا ذهبت أمريكا أو انهارت أمريكا. ولكن تفرق أمريكا بين الشخوص التي تحقق رغباتها وتحقق مشاريعها وطموحاتها. أمريكا تدعم سيد رضوان. سيد عدنان، أنا أتحدث ليس عن إسرائيل أو ما يسمى بإسرائيل، ولكن أتحدث عن هذه الحكومة الضعيفة والمهترئة السياسية. أنا جاي في الحكومة. ولكن وتدعم أمريكا وأوروبا إسرائيل والحكومة الإسرائيلية، ولكن تختلف مع رموز الحكومة على الأدوات. بمعنى مثلا
الاختلاف بين بايدن ونتنياهو على اليوم التالي للعدوان. نتنياهو يقول نحن سنبقى في الخطوات الثلاثة في العدوان حتى نقضي على المقاومة ونحقق أهداف، بعدين بنفكر في اليوم التالي للعدوان. بايدن يقول لا، يجب أن يفكر في إدارة سياسية للعدوان. نتنياهو يقول بديش صفقة أسرى، أنا بدي عدوان. بايدن يقول أريد صفقة أسرى، بناء في التكتيك والبرامج وليس في البعد الاستراتيجي. هذا حديث يدفع أمريكا ويدفع أوروبا للتخلص من نتنياهو. تريد أوروبا التخلص من هذه الحكومة، وتريد أوروبا وأمريكا اللتان تريان في مجلس الحكومة الصهيوني أنه مجلس جزء كبير منهم غالي في التطرف. يعني لا تريد أمريكا سموتريتش ولا تريد بن جبير في هذه الحكومة، تراهم معيقين لسياساتها. أمريكا ترى في اليمين المتطرف جدا جدا معيق بسياساته، وأمريكا تريد بمعنى احتلال ناعم، تريد سيطرة ناعمة، تريد إنكار للحقوق الوطنية بطريقة ناعمة. كيف بطريقة ناعمة؟ بمعنى أمريكا تريد الاستمرار في الاستيطان في الضفة الغربية. أمريكا من خلال صفقة القرن اتنكرت لحل الدولتين ودولة فلسطينية، وقالت أن الضفة الغربية والقدس هي جزء من أرض إسرائيل الكبرى. ففي الاستراتيجية أمريكا داعمة، ولكن تريد أن تدعم وتفرض السياسة بطريقة ناعمة بعيدا عن العدوان والحرب. هذا الحكي لم يتأتى لها، وبالتالي اليوم تريد أمريكا وأوروبا تغيير الحكومة وليس تغيير جوهر النظام الاستعماري الاستيطاني في إسرائيل. إسرائيل أمريكا تريد تغيير، وأنا أدقق، تريد تغيير الحكومة كشخص ولا تريد تغيير النهج الاستيطاني الاستعماري للكيان الصهيوني في إسرائيل. وهذه نقطة ثابتة في معادلة السياسة الأمريكية. واضح سيد عدنان نعيم، فيه نقطة لابد أن نشير إليها قبل أو نناقشها قبل ختام هذا النقاش، والمتعلقة بانتخابات البرلمان الأوروبي الذي حدثت فيه تغييرات يمكن أن نقول أنها جذرية في بعض العواصم خاصة في باريس، بصعود اليمين مرة أخرى إلى الواجهة السياسية. هل يمكن أن تتغير نظرة أوروبا إلى ما يحدث في قطاع غزة؟ وهل يمكن كذلك أن تتأثر حكومة الكيان بنتائج هذه الانتخابات التي ستكون رسمية خلال الساعات القليلة القادمة؟ يعني نتمنى ذلك، ولكن من خلال تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون هناك تأييد واسع كثير لهذه الخطوة، باعتبار أن اليمين القومي المتطرف ليس في فرنسا ولكن في أوروبا يتعالى ويتصاعد، وهذا يشكل خطر على الديمقراطية وحقوق الإنسان والتطلع للسياسات الخارجية الأوروبية. وطبعا أنا شخصيا غير مقتنع، السياسة الأوروبية سياسة عدوانية وليست سياسة ديمقراطية وليس سياسة ليبرالية وليس سياسة تشاركية وتعاونية. وشاهدنا دعم أوروبا لإسرائيل، ولكن هكذا هم يتحدثون. ولكن هناك استطلاعات الرأي والمواقف تقول أن الكتلة اليمينية المتطرفة في الاتحاد الأوروبي هي كتلة قوية وهي كتلة وازنة، وقد تحصل على الفوز. إذا حصلت على الفوز سيكون الدعم الأكثر لإسرائيل والأوضح لإسرائيل، وأتمنى أن لا تفوز، أتمنى أن يفوز الليبراليين المعتدلين على الأقل ليخففوا من وطأة العدوان في المنطقة كلها وفي العالم أجمع. يعني حتى المظاهرات الشعبية والخرجات الطلابية في الجامعات هي كذلك كان لها وزن وتأثير شبه مباشر على نتائج هذه الانتخابات، أليس كذلك؟ صحيح، المظاهرات الشعبية والجماهيرية لها وزن كبير جدا جدا، ولكن اليمين القومي في أوروبا يسيطر على ويحكمه رأس المال الكبير ويحكمه جماعات ولوبيات متطرفة وازنة تملك المال وتملك القوة والسيطرة. وقد تكون صحيح المظاهرات أحدثت فرق وأثرت كثيرا، ولكن أعتقد قد لا تستطيع أن تحسم باتجاه تراجع اليمين القومي أمام الكتلة الليبرالية الديمقراطية الأكثر تحررا في سياساتها من سياسات اليمين القومي الأوروبي. يعني المظاهرات مش دائما ممكن أن تحسم إذا لم يرافقها بنيان تنظيمي وهيكلي تنظيمي في المجتمع. رأس المال والشركات والاقتصاد في أوروبا للأسف الشديد يميل لصالح الأحزاب القومية أو التوجهات القومية اليمينية في أوروبا. نشكرك جزيل الشكر دكتور عدنان نعيم المختص في الشأن الصهيوني، كنت معي من رام الله عبر خدمة سكايب. شكرا جزيلا ويومك موفق.